استاذ طارق من اسيوط يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يجزيك كل خير يا حبيبي. الله يعزك. مش هطول عليك. بص حضرتك، هو سؤال واحد. زميل بيشتغل فين؟ في الاجهزه بيبيعها، يعني بيبيعها نظام تقسيط. طيب. فصديق ليه كمان كانت اموره الماديه ان هو يشتري تكييف، طبعا ما كانش سامحه لان هو كان داخل في امور جواز واتجوز، فالدنيا طبعا حر. فانا تدخلت ما بين الامرين، ما بين الزميل ده والزميل ده، فقلنا له احنا هندفع مبلغ تمام، وباقي المبلغ احنا هنقسطه على 12 شهر تمام. فهو طبعا ما جابش حكايه ان هو بيعمل بنسبه الحرام ومش حرام. احنا انا التكييف بعد المبلغ اللي انت هتدفعه انا هقول لك ان انا هبيعه بالامر ده. قلت له تمام. فطبعا الراجل ربنا ييسر لي اتواجد مع المبلغ، فقال لي اسال لي زميلك هل يسمح ان انا ادفع باقي المبلغ وهو ياخد ربح الشهر اللي هو يعني بعد شهر على طول من تركيب التكييف. ربنا كرمه وظهر معاه مبلغ لباقي التكييف، فقال لي هل يسمح ان انا ادفع باقي المبلغ واشيل ال 11 شهر وادفع باقي المبلغ كله، بس هو يشيل لي نسبه الربح اللي هو هياخده من ال 11 شهر ولا لا؟ فقلت له حاضر ساله لك. فجيت سالته قال لي لا، هو كان في اتفاق تمام، والفلوس دي انا بحب ان انا اشغلها تمام، فطبعا مش هيسمح، انت كده هتعمل لي ازمه. قلت له يا اخي الكريم انت عملت الامر ده لله تمام، وشلت حكايه الربح تمام، وقلت ان انا هعملها لله. فالراجل تواجدت معاه مبلغ ال 11 شهر، فدلوقتي خد ربح الشهر واحد وبالمبلغ ال 11 شهر. بس عشان الناس تاهت مننا، اسالني السؤال عشان الناس تاهت مننا دلوقتي. طيب خلاص، هل هو ليه حق ان هو ياخد باقي المبلغ تمام ويتنازل على ال 11 شهر وياخد الشهر؟ لا انت مش بتسال السؤال كده، خلينا نصيغ السؤال. هل هو من حقه ان هو يفضل متمسك بثمن التقسيط وياخد الثمن اللي هو قسط عليه حتى لو انا هديله المبلغ كاش دلوقتي؟ هو ده السؤال. السؤال ببساطه خالص، صديقك اشترى منه السلعه دي بالتقسيط ولم يشتريها نقدا، فاصبح الاتفاق اللي بينهم ان هو باع السلعه دي بالتقسيط والمسلمون عند شروطهم، فهو اصبح مستحق لثمن التقسيط ده. هو لو انه اخذ الثمن كله وارتضى بده، ده نوع من انواع تعديل العقد من عقد بيع آجل إلى عقد بيع حال، وهذا لابد أن يكون بالتراضي. هو دلوقتي بيقول لك أنا ماليش علاقة، أنا بعت السلعة دي بالتقسيط. فالصواب أن صديقك يظل على التقسيط ويسدد له أقساطه ما دام هو لم يرضى. لا تستطيع أن تجبره بأن يأخذ الثمن حالا وهو كان متفقا على التقسيط. فأنت الصواب بقى بتسألني، هو الصواب ان انا اديله ده، فاذا رضي بالتعجيل خلاص. طب اذا لم يرضى بالتعجيل هنمشي بالتقسيط، لان المسلمون عند شروطهم وخلاص احنا مامورين بالوفاء بالعقد. واضح حضرتك؟ هذا هو المساله، لان هو خلاص اتفقوا على كده.